السلام عليكم أعزائي، كيفكن اليوم؟ إن شاء الله بخير. اليوم بدنا نعمل الحواوشي المصري. عنا 4 كواب طحين دقيق، يعني 3/4 كباية حليب، ملعقتين زبدة، 4 ملاعق لبن يعني زبادي، ومعي هون ملعقة سكر، ملعقة خميرة كبار، وملعقة متوسطة من الملح. أول شي بدي احط المواد الجافه كلها مع بعض، اخلطهم مع الطحين. نرجع بنحط الزبادي 4 ملاعق، بنحط 3/4 كباية الحليب، نخلطهم، بلش فيهم عجين. اول ما بنشوفهم لموا على بعض شوي، مثل ما اننا شايفين هلا بلشوا يلموا على بعض، بنجيب ملعقتين الزبدة وبنحطهم عليهم. فيكن اذا ما بدكن تحطوا زبدة فيكن تحطوا 3 ملاعق زيت، بس هي بالزبدة اطيب. ومنبلش نعجنهم لحد ما تاخد معانا العجينة. انا شايفة انه العجينة بدها كمان شوية مي، بتحسيها انتو بايدك. فاذا هيك هناخد 1/4 كباية مي، بنفس كباية الحليب انا حطيت 1/4 كباية مي، الطحين بيختلف، مش كل الطحين مثل بعضه، في طحين بياخد مي كتير، في طحين ما بياخد مي كتير. وهاي العجينة خلصت، الشكل عندي مشاكل بالكاميرا اليوم ما بعرف ليه. المهم هيدي العجينة مثل ما نكون شايفين، شوفوا كيف ناعمة، شوفوا كيف تماسكها ببعض، هذا القوام اللي نحن بدنا اياه للعجينة. هلا نحن رح نحط العجينة، بس نحط العجينة بعد ما نلفها. سوري انا بس فكرة حالي على الكاميرا. طيب خلينا نحط العجينة هون، ما بدي احط تحتها زيت ولا اي شيء، وبغطيها بالنايلون وبنتظرها حتى، يعني طبعا بعد النايلون بغطيها بفوطة كمان، وبنتظرها حتى تخمر، ولما تخمر بشوفكم تنشوف شو بدنا نعمل بالعجينة وكيف بدنا نعمل الحواوشي وكيف بدنا نعبيه بطريقة حلوة كتير. باقي هيدي عجينة الحواوشي، بسم الله الرحمن الرحيم، شفتوا كيف خمراني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شفتوا كيف خمراني؟ ما شاء الله ما شاء الله. احنا هلا بدنا نشيله من هون، نحطه هون مشان تنقطعه. انا رح رش شوية طحين، انا ما بدي اقعد ادعك فيها وهيدي القصص، لا انا رح اقطعها هيك. ناخدهم يعني تقريبا متساويين، انا ما بدي اعمل حبات الحواوشي كبيرة، انا بدي اعملهم صغار. فيكي اذا بدك تعمليهم كبيرة بتكبري القطعة، وبحاول على قد ما بقدر طالما الواحد بايده وما في ميزان ليوزن العجين، يعني على قد ما تقدري تعملين قد بعض، لان ما بتقدري تعملين الا على الميزان قد بعض. تمام نعمل هيك. هلا بنقطع العجين كله، بنجهزه. احبائي وهان احنا عملنا العجين كله،
ريحته شي 10 دقايق. هلا بدي افردهم. بدي افردهم كلهم مع بعض، وبعد الفرد بنشوف شو بدنا نعمل. احبابي نحن جهزنا العجين، بهلا شو بنعمل؟ عنا 250 جرام لحمة، عنا بصلة مقطعة صغير، عنا فلفل بفلفل بارد، فليفلي حمراء وخضراء مقطعة صغير كمان، وفي عنا بندورة. يعني مع ال 250 جرام فيك تستعملي تقريبا بندورة كبيرة او حبتين متوسطين. نحنا محتاجين تقريبا ملعقة فلفل اسود، محتاجين انا اخديتها نظريا ها، حطيت فلفل اسود وسبع بهارات تقريبا، ملعقة وسط ملعقة وسط، وملح ملح طبعا حسب الرغبة. وهلا شو بنعمل؟ نخلطهم مع بعض كتير منيح، ندعكهم. وهيدا رجعنا، معلش رجعنا للحواوشي. هيدا العجين طبعا احنا هون معنا صينية حط عليها ورق الزبدة، وتحت ورق الزبدة انا حاطة زيت، شوية زيت. لما بكون معي شغلات في موالح بحط زيت، بس لو شغلات حلو بحط سمن، بحط زبدة او سمنة تحت ورق الزبدة. منجيب الحواوش الحشوي اللي نحنا جهزناها، منحطها بقلب العجين، بناخد العجين هيك اخدها هيك ومنلفها هيك. وهيدي وحدة تانية، طبعا احبابنا الملح مثل ما قلنا دايما على حسب الرغبة. وهيعملكم واحدة تاني تشوفوا كيف. نضغط على الاطراف شكلها ونحطها بالصينية. بعمل واحدة تالتي لتشوفوها كمان. نحنا لما بنعمل الحشوي اذا كانت البندورة بتنزل مي كتير بنحاول هيدي الحشوي كلها على بعض نمسكها هيك بايدنا ونعصرها ننزل ميتها كرمال المي ما تنزل بالعجين. انا هون عندي الحشوي شفتوها قد ايه ناشفة، هيك لازم تكون. نقفلها تقفيلي ولا اسهل، شكل جميل. وهلا بخلصهم كلهم برجع لكم. فاذا احبابنا نحن هلا خلص العجينه مثل ما بدنا اياه صارت الفطاير. بنروح جايبين بيض بندهن على وشهم بيض، ندهن وشهم بالبيض، وبعد ما ندهن وشهم بالبيض بنحط عليهم سمسم من فوق، وبعد ما نخلص رش السمسم بندخلهم على الفرن على درجة حرارة 200،
وما بنقربها على النار لتحت، بنرفعها عن النار شوي لمدة 15-20 دقيقة. وهيدي احبابي بسم الله ما شاء الله، شفتوا ما شاء الله الحواوشي؟ ما عارف الكاميرا جايبتها كده ولا لا، شفتوها ما شاء الله. هاي الحواوشي، هاي شكلها من برا، هيدا الارض. هيدا شكلها من جوا، كتير طيبة، ريحتها ملي المطبخ، ريحتها كتير شهية. بتمنى تجربوها. بليز ما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب شير وتحطوا علامة الجرس كرمال يجيكم شي جديد. السلام عليكم.